يلا يا اهلي، وبطاقه التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بكره من ملعب المريخ السوداني. فريقنا بيدخل ماتش بكره ان شاء الله اللي هيتلعب الساعه 3 العصر في الجوله الخامسه من مرحله المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وهو في المركز الثاني برصيد 7 نقط خلف سيمبا التنزاني المتصدر ب 10 نقط، وفريق المريخ في المركز الاخير بنقطه واحده بس قبل الماتش، وما فازش اي فوز في المجموعه وفرصه تكاد تكون معدومه او مستحيله في التاهل للدور التالي. يلا بينا. مستر بيتسو موسيماني اتكلم قبل ماتش بكره وقال ان هو عنده 3 اهداف يحققهم من الماتش ده. اول حاجه طبعا هو الفوز، وتاني حاجة التأهل لدور الثمانية، وآخر حاجة إنه يثبت للجميع إن النادي الأهلي قادر يكسب جوه وبره بنفس الكفاءة بعد ما كسب الماتش الأخير قدام فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة في الكونغو، واللي أحيت أملنا في التأهل كمتصدرين للمجموعة رغم التأخر والبداية المتعثرة. مستر بيتسو موسيماني طبعا عنده كل الحق إن هو يكون أهدافه دي تتحقق، والأهداف اللي أنا شايفها الحقيقة منطقية للغاية، خاصة إن الفريق بيستعيد واحد من أهم نجومه في التوقيت ده، هو وليد سليمان المخضرم العائد بعد غياب طويل للإصابة اللي أبعدته عن الفريق من يناير اللي فات لما اتصاب في ماتش البنك الأهلي لو تفتكروا. وكمان في انتعاشة كمان هتحصل للقائمة إن شاء الله بعد العودة من مباراة المريخ برجوع إن شاء الله لينا علي معلول وكمان محمود متولي ومحمد محمود وكريم ندفد، رغم ان الاصابه ابعدت حمدي فتحي اللي اتعرض لاصابه بكسر في الساعد قدام ماتش كينيا بتاع المنتخب، لكن ان شاء الله يرجع بعد 10 اسابيع وينضم للفرقه بدون اي مشاكل بعد الانتعاشه اللي هتحصل للقائمه. وكمان في محمود كهربا اللي اترفع عنه الايقاف وهيكون جاهز للمشاركه بعد العوده للتدريبات الجماعيه بعد عوده الفريق من السودان. طبعا سيناريوهات التاهل بالنسبه لنا يعني شايفها الى حد ما سهله جدا ان احنا نتاهل وكمان متصدرين للمجموعه. مبدئيا كده ان شاء الله نكسب ماتش بكره هنكون في دور الثمانيه رسمي بعد ما نوصل لرصيد 10 نقط، وبعد كده هنلاعب سيمبا في القاهره، دي بقى مباراه الصداره هنلعب فيها على تصدر المجموعه ان شاء الله، ونكسب فيها مكسب مرتاح قدام سيمبا بصرف النظر عن ماتشه مع فيتا كلوب عشان نتاهل كمتصدرين للمجموعه، وده طبعا المركز اللي يليق بحامل اللقب التاريخي للبطوله وحامل لقب النسخة الأخيرة قدام الزمالك بالقضية. طبعا ماتش المريخ اللي بيحتل المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة ومحققش أي فوز في مرحلة المجموعات ممكن تفتكروا ماتش سهل أو في المتناول، لكن الحقيقة الماتش هيكون صعب جدا لأن فرقة المريخ عندها عناصر دولية كتيرة جدا وبيمروا بحالة مشوة كده بعد تأهل منتخب السودان لكأس الأمم الأفريقية اللي جاية إن شاء الله لأول مرة من 2012، وطبعا بقيادة مجموعة كبيرة من نجوم المريخ وعلى رأسهم سيف تيري مهاجم الفريق الخطير اللي هيكون موجود في ماتش بكره ان شاء الله، واللي اتكلم عن مواجهه النادي الاهلي وقال احنا لينا حلم ان احنا نكسب النادي الاهلي في المجموعه وده هيكون انجاز تاريخي لينا، والحقيقه هم عندهم دوافع كتير عشان يحققوا ده، لكن ان شاء الله يكونوا مش موفقين ومش في يومهم، وان شاء الله فرقتنا تعمل ماتش كبير بكره قدام المريخ ونواصل بقى الانتصارات بره الملعب بعد العوده من فتره التوقف اللي كانت طويله شويه وبعدتنا عن النادي الاهلي. نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه قبل ماتش سيمبا التنزاني في ختام مرحله المجموعات، ويلا يا اهلي.